هي تقوم بقصف شارع عجلة. الطائرات عفوا المدفعية الإسرائيلية أسقطت العشرات وقصفت هذه المنطقة بصورة كبيرة، لكن الدبابات الإسرائيلية ما نؤكده يعني في محيط الجامعات الفلسطينية وفي محيط مجمع أنصار الطبي، بالإضافة إلى يعني منطقة النصر وبالقرب من يعني مستشفى الرنتيسي أو يعني تحاصر مستشفى الرنتيسي. أجرينا اتصال مع أحد المحاصرين المواطنين الذين نزحوا وفي هذه المنطقة، قال أن الدبابات لا يستطيع الخروج من المستشفى لأن الدبابات تحاصر المستشفى. أيضا وصلت للصحفيين مناشدات من أحد موظفي المستشفى النصر، وقال أن الدبابات تحاصر المستشفى وأنهم لا يستطيعون الخروج أو التصرف فيما يجري، خاصة وأن انقطاع الكهرباء وانقطاع الأكسجين وانقطاع المياه عن المستشفى ولا يعرفون ماذا يفعلون. يطالبون بتدخل يعني دولي عاجل من أجل إنقاذ الجرحى وعلى الأقل يعني تأمين حياة المرضى والنازحين الذين يعني متواجدين داخل هذا المستشفى. وهذا الحديث أو الرسالة أو المناشدة وصلت من أحد موظفي المتواجدين داخل المجمع داخل مستشفى النصر. وضع صعب حقيقة، الدبابات تحاصر هذه المنطقة بعد أن استطاعت الوصول إليها من جهة الغرب، وبالتالي يعني تتمركز في هذه المنطقة. لكن القصف أيضا مجمع الشفاء تعرض إلى 4 عمليات قصف بدأت منذ فجر اليوم، وكانت آخر عملية قصف قبل يعني عدة دقائق، حيث يعني قصفت المستشفى بالغارة الرابعة أو بالصاروخ الرابع من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية أو طائرات الاستطلاع التي قصفت هذا المبنى. الوضع صعب، الدبابات تتقدم، وأيضا يعني يسمع في يعني وقوع اشتباكات وإطلاق نار وانفجارات عنيفة في أجزاء مختلفة من مدينة غزة، تحديدا في أجزائها الجنوبية الغربية وأيضا مناطق شمال قطاع غزة الجهة الغربية في منطقة بيتلايا، بالإضافة إلى منطقة النصر، وهذه المناطق التي تتواجد بها الدبابات والآليات الإسرائيلية. طيب بالنسبة لحركة النزوح إبراهيم، وهي حركة يعني من المناطق الشمالية للجنوبية، كيف ترصد لنا هذا لديك بخان يونس؟ يعني حركة النزوح المتواجدين في شمال قطاع غزة ومنطقة النصر لن يستطيعوا النزوح، يعني هم محاصرون وهناك خشية كبيرة إذا ما تحركوا يتم إطلاق النار عليهم من قبل الدبابات الإسرائيلية، لأنه خلال الأيام الماضية أطلق على عدد كبير من المواطنين النار في شوارع مدينة غزة وقتلوا بفعل أنهم أرادوا التحرك، ولكن الدبابات أو القناصة أو الطائرات الحربية استهدفت هؤلاء المواطنين وتحولوا إلى أشلاء أو قتلوا على قارعة الطرق. الآن عدد كبير من الذين كانوا أو جزء من الذين كانوا في مجمع الشفاء الطبي من النازحين والمرضى غادر المجمع الطبي وباتجاه المناطق باتجاه الشرق ومن الشرق باتجاه جنوب قطاع غزة حتى يتمكنوا من الخروج من هذه المنطقة. لكن المستشفى لا زال بها عدد من المواطنين الذين لا يعرفون أين يذهبون، وأيضا هناك مخاوف من أن إذا ما تحركوا هؤلاء الناس يتم استهدافهم من قبل الدبابات أو الطائرات الحربية الإسرائيلية كما حدث مرات عديدة خلال هذه المرحلة يعني خلال هذا العدوان الإسرائيلي. لكن فيما يتعلق بمستشفى النصر العيون الرنتيسي لن يكون بمقدورهم التحرك أو الخروج من هذه المناطق نظرا لأنها أصبحت محاصرة وتحت مرمى الرصاص والنار النيران الإسرائيلية، وأيضا تحت مرمى فوهة المدافع التي تطلقها الدبابات الإسرائيلية. أوضاع صعبة، حالة نزوح مستمرة في المناطق، كل من يستطيع يعني الخروج أو في المناطق القريبة والآمنة التي لا يوجد بها آليات أو في مضرب يعني في نطاق الرصاص الإسرائيلي هو يخرج من مدينة غزة، خاصة كانوا متواجدين في منطقة الساحة وبالقرب من المستشفى المعمداني الذي قصف يعني قبل فترة. هؤلاء يعني تحركوا باتجاه طريق صلاح الدين باتجاه جنوب قطاع غزة، والآن يعني هم يعني جزء منهم وصل إلى الدوار الكويتي على مشارف يعني في نهاية مدينة غزة أو جنوب مدينة غزة، ومن ثم سينطلقوا إلى جنوب القطاع إما على المنطقة الوسطى وأما هنا في مدينة خان يونس. كان بالأمس وأول أمس وصل عدد كبير من المواطنين إلى محافظة خان يونس. نعم تفضل بالبقاء معنا إبراهيم دعنا ننتقل.